مشروع غرج بلاد هو مشروع الحديد لغرج بلاد، مشروع مهم، وهو يحتوي على مخزون هام بالنسبة لخام الحديد، وهو أكثر من 3 ملايير طن كمخزون. وكمرحلة الأولى بالنسبة لغرج بلاد غرب هو حوالي مخزون 1.7 مليار طن في هذه المنطقة، وعلى 3 مراحل راح يكون استغلاله على 3 مراحل في منطقة غرج بلاد.